السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا لا فيديو اليوم، نهار جديد وفيديو جديد. وكما كتشوفوا هذا لا فيديو كان علينا حطوا شحال هادي غير مع الزحام ديال العيد وداكشي. بعدا عيد مبارك سعيد بكل المتمنيات، ونتمنى تكونوا دوزتوا العيد مزيان في احسن الحال. اليوم بغيت نتقاسم معكم لي كادوات اللي جاوني اللي وصلوني، يعني هذا الباك هذا من إلكترو بلانيت، يعني اللي واعر صراحة، اللي فيه لاماشينا لافي اللي ديال 8 كيلو، صراحة زوينة أوتوماتيك كما كتشوفوا. ها هي دي. مولاي صلي وسلم دايما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الله. وهاد الثلاجة صراحة اللي حتى هي زوينة وكبيرة بزاف، حيت انا يعني الله ضاعت لي الثلاجة وجاوني هادو كادو. في الثاني ان شاء الله غنقول لكم شكون منين وصلوا هاد لي كادو ان شاء الله. صراحة زوينة وكبيرة بزاف، درت فيها اللحم تبارك الله، يعني هزات بزاف ديال اللحم، يعني كبيرة من هاد الجد. صراحة زوينة بزاف وواعرة وكاليتي واعرة، وهذا اللون اصلا كيعجبني في التلالج وفي لي ماشينا لافي، صراحة عجبني اللون، يعني حسن من الابيض. كما كتشوفوا دابا الفريج الكونجيلاتور كبير تبارك الله، يعني وفيه هاد اللعيبات فين كدير لي كلاصون ولا شي، صراحة كيجيو زوينين كدير فيهم لي كلاصون ولا الخيار ولا يعني المعدنوس، كيجيو البشرة زوينين مكعبات واعرين ديال الهذا، ولا كديرهم في العصير داكشي. صراحة الكونجيلاتور كبير بزاف، يعني هزلي بزاف ديال الحوايج، زوين عجبني بزاف بحيث كبير. كانت عندي ثلاجة غير صغيرة فيها الكونجيلاتور كيعمر بالثلج، كيعمر